من إذاعة عم الهند بالقسم العربي بنيو دلهي، نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لكم الأخبار الصباحية من إذاعة عم الهند. أولا إليكم الأخبار المهمة. أكد وزير الدفاع راجناث سينغ أن الهند أصبحت تتمتع بالاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شانكر يقول: العلاقات الطبيعية غير ممكنة مع باكستان حتى تتجنب سياسة الإرهاب عبر الحدود. المعاملة المصادقة بالوجه المستندة إلى آدهار لتقديم الخدمة تجاوزت أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهو 10,600,000 الشهر الماضي. الهند وتنزانيا تختتمان الدورة الثانية لاجتماع لجنة التعاون الدفاعي المشترك في أروشا. بجانب هذه الأخبار المهمة، سوف نقدم إليكم بعض الأخبار المحلية أيضا، وإليكم الآن الأخبار بالتفصيل. قال وزير الدفاع راجناث سينغ إن الهند أصبحت تتمتع بالاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع، وقال إن الهند كانت تستورد في وقت سابق معدات دفاعية من دول أخرى ولكنها تصدرها الآن. كان وزير الدفاع يخاطب مسيرة غوراف شالي بهارات في يامونا ناجر بمناسبة مرور 9 سنوات على حكومة ناريندرا مودي في المركز، وقال في وقت سابق: لم يستمع أحد إلى الهند على المسرح الدولي، ولكن الآن تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي العالم كله يستمع إلى الهند. قال سيد سينغ: أصبحت الهند قوية اقتصاديا، وبحلول عام 2027 ستكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وفي إشارة إلى ولاية هاريانا، وصف السيد سينغ الولاية بأنها العاصمة الرياضية للهند التي جلبت أمجاد البلاد في مجال الرياضة. يشارك رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم في حفل الوداع للاحتفالات المئوية لجامعة دلهي، وسيلقي رئيس الوزراء كلمة أمام الحشد بهذه المناسبة. في تغريدة قال رئيس الوزراء إنه يتطلع إلى الانضمام إلى احتفالات الذكرى المئوية لجامعة دلهي. قال مودي بصفتها مركزا رئيسيا للتعلم: تعمل جامعة دلهي على رعاية المواهب وتعزيز النمو الفكري لمدة قرن. هنأ أخوة جامعة دلهي على هذا الإنجاز، وخلال البرنامج سيضع رئيس الوزراء حجر الأساس لمركز الكمبيوتر بجامعة دلهي ومبنى كلية التكنولوجيا والمجمع الأكاديمي الذي سيتم بناؤه في الحرم الشمالي للجامعة. صرح وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شانكر أنه من غير الممكن أن تكون هناك علاقة طبيعية مع باكستان حتى يكون هناك خروج عن سياسة الإرهاب عبر الحدود. وفي إفادة لوسائل الإعلام بشأن 9 سنوات من حكومة مودي في نيودلهي أمس، أضاف أن الهند لن تسمح بأن يصبح الإرهاب أساسا للدخول في نقاش مع باكستان. وفي حديثه عن علاقة البلاد بكندا، زعم الوزير أنه يبدو أنهم مدفوعون بسياسة بنك التصويت، وقال أيضا إنه إذا كانت هناك أنشطة في كندا تمس الأمن القومي الهندي وسلامتها فسيتعين على الهند الرد. وأبلغ الوزير أن علاقة الهند مع روسيا ظلت مستقرة رغم كل الاضطرابات. وفي حديثه عن زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، أشار الدكتور إس جاي شانكر إليها باعتبارها الزيارة الأكثر إنتاجية في التاريخ. وفي سياق شرحه لعلاقة البلاد مع الصين، وصفها الوزير بأنها تتأرجح صعبا، وأكد أن حالة الحدود ستحدد حالة العلاقة، وأن حالة الحدود اليوم لا تزال غير طبيعية. تجاوزت المعاملات المصادقة بالوجه المستندة إلى آدهار لتقديم الخدمات أعلى مستوى لها على الإطلاق، وبلغ 10,600,000 في مايو من هذا العام. قالت وزارة الإلكترونيات والتكنولوجيا المعلومات إن هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتم فيه تسجيل أكثر من 10,000,000 روبيا من معاملات المصادقة بالوجه. تم إطلاق هذا المرفق في أكتوبر عام 2021 الميلادي. يتم الآن استخدام حل مصادقة الوجه الذي تم تطويره داخليا بواسطة هيئة تحديد الهوية الفريدة في الهند من قبل 47 كيانا، بما في ذلك الإدارات الحكومية بالولاية والوزارات في الحكومة المركزية وبعض البنوك.
اختتم الهند وتنزانيا الدورة الثانية من اجتماع لجنة التعاون الدفاعي المشترك في أروشها اليوم. في اجتماع تعاون دفاعي استمر يومين، ناقش الجانبان مجموعة واسعة من فرص التعاون بهدف تعزيز الأمن في منطقة المحيط الهندي. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الوفد الهندي سلط الضوء خلال الاجتماع على تنامي براعة التصنيع الدفاعي الهندي للتصدير إلى الدول الصديقة، كما تم الاتفاق على خارطة طريق مدتها 5 سنوات للتعاون الدفاعي بين الجانبين تغطي المبادرات التي تتراوح من التدريب المخصص وبناء القدرات للتعاون البحري وبناء البنية التحتية بالتعاون في معدات والتكنولوجيا الدفاعات. صرحت اللجنة البرلمانية الدائمة لشؤون الموظفين والمظالم العامة والقانون والعدالة بأنها ستستمع إلى آراء أصحاب المصلحة عن القانون المدني الموحد وسينظر فيه من اجتماع يوم الاثنين. وجزيل الشكر لحسن استماعكم.